بلدة الهبرية كانت ولا تزال في مرمى آلة القتل والدمار الإسرائيلية. يصر أهل هذه البلدة على البقاء والصمود فيها بالرغم من كل التحديات وكل ما يعانونه خلال هذه الفترة. على كتف العرقوب تتكئ الهبرية التي وضعها الإسرائيلي في عين استهدافاته وبنك أهدافه. حذر مشوب بالتوتر يسيطر على أهالي المنطقة الصامدين هنا. العالم يعني قاعدة عطابة بالهبرية. هلأ طار ضرب سمعتوا هون؟ كنتوا معكم جايين يمكن. لا كنا هون بلا. كنتوا هون؟ ايه الحمد لله. ما بدك تفلي من هون؟ لا من هون أنا بفلش بيك على جاي روحي أنت. قلت له من هون بفلش. اللي بيصير من ربنا يا محليه. لو ما بده بالمعيشة من هون رزقته من هون ما بده يروح. ما خفت وقت ما عم بيصير في غارات هون يعني في الخوف للبنت منه شوي صغيرة يعني بالليل عيد لحيلة بالبيت وهذا شوي صغير يعني الحمد لله. آخر الشيء هذا واجب على كل إنسان وطني إنه الصمود لأنه إسرائيل هي ناطرة إنه الأهالي يفلوا لا تعمل سياسة الأرض المحروعة وهذا الشيء ما نفوت عليها نحن كأبناء بلدة كأبناء منطقة كأبناء جنوب. الغارات على البلدة تسببت باستشهاد أقاربها وتضرر ممتلكاتها ورغم ذلك مش حنفل. بقول له مستحيل اطلع من البيت. مش أنا أحلى من هاو السبع شباب اللي راحوا ظلما وعدوانا ظلمها وراحوا هون يمكن طلع 4-5 مدافع وشي طبيعة ما خلص كأنه تعودنا إنه ما في شيء والحمد لله. هي هذا كله كان دجاج من هون هذا الدجاج كله هون كان هون كله الحبش كله هيك مطرق على بعضه راحوا كلهم ايه يعني والحمد لله الله لا يردوا بكره الحمد لله بنعمر احلى من مكان بيتنا والحمد لله واسرائيل بتنكسر اخر النهار. معك ار بي جي؟ بس انا بروح اضرب الدبابه نضرب الرويسات العالم مش الدبابه. خلال تجولك في البلدة يلفتك ما تسمعه على لسان فتيان صغار يلعبون بهواتفهم لتكون بمواجهة جيل يعي تماما ما يجري ويتأثر بشكل مباشر بثقافة المقاومة كحال دافيد. مش خايفين من الضرب؟ لا أكيد لا. ليه؟ لأنه ما بيخوفوني بيطلع بالطيارة ما مخاف يطلع بشو ما بده مش رح نخاف رح نضلنا قاعدين عم نلعب هاي الطيارة بعدها ونحن مش خايفين عادي. الصوت هي على علو منخفض وعادي كنا على علو منخفض جدا يعني تنزل تهبط هون عادي. هو صار يخليني انه لا بدنا نتحمل بدنا نضلنا وكتير تأثر يعني ما كان واعي قبل بس هلأ تأثر على موضوع المقاومة على موضوع القصف على موضوع القضية الفلسطينية على موضوع التحرير على موضوع الصمود كتير أثر في الموضوع. يعني هني اللي عم يحمونا هني اللي عم يحموا أرضنا هني اللي بدنا يحرر فلسطين. قبل الموضوع الجنوب هلأ الجديد ما كنت أنت تعرف شيء؟ لا ما كنت أعرف. هلأ بس لا صرت أعرف لفوت على المواقع لأعرف لشوف كيف عم يضربوا شو عم يضربوا شو عم بيطلعوا هل الصواريخ حفظناهم كيف بيطلعوا. هي الهبرية بشيبها وشبابها وأطفالها تؤكد أن الصمود كما المقاومة قرار. رشا الزنهاشم NBN.